أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأسطورة الجميلة، طبعا اقتربت مننا برضو من أصدقائنا، الأسطورة الجميلة اللاعب الأسباني الميتادور نادال. نادال بيدعى أو يسمى ملك الملاعب الترابية في التنس الأرضي. فعلا في أسبانيا الملاعب الترابية دي بتبقى لما بيعملوا أكاديميات أو مدارس للتنس الأرضي بيدربوا الاولاد الصغيرين عليها، فبيبداوا ان هم فعلا بيحبوا الملاعب الترابيه جدا. وتلاحظ ان نادال في الملاعب الترابيه وخاصه في بطوله رولان جاروس، بسم الله ما شاء الله، مخلص بطولات كتير جدا، وهنتكلم عنه وهنشوف طبعا في قصه نادال، وهنحاول يعني نحوم حول قصه نادال في كذا فيديو ان شاء الله، ابتداء من الفيديو دون على انه شغله كان شغله يعني لعبه قد ايه في الملاعب الترابيه وحقق ايه في الملاعب الترابيه. نادال هو احد اللاعبين الذين تربعوا على عرش التصنيف العالمي للعبة. يرى بعض المحللين والنقاد بأن نادال سوف يصبح أعظم لاعب كرة مضرب في الملاعب الترابية على مر العصور، طبعا في الملاعب الترابية. ليه؟ بفضل نجاحاته على الملاعب الترابية بشكل خاص استحق نادال لقب ملك الملاعب الترابية، وعلى سبيل المثال كونه يعتبر لاعبا دفاعيا من الطراز الأول، لأنه كان عنده باور وبيدافع. وبتلاحظ انت طبعا في الملعب ان الكوره بتاعته ما بتخرجش خارج الملعب الا بمقاييس معينه، وخاصه لما بيرجع على اخر الخط الاولاني اللي هو خط البدايه اللي احنا بنسميه البيز لاين، تلاحظ ان نادال بيسيطر عليه. وبفضل لياقته العاليه، عنده لياقه عاليه جامده جدا، تلاحظ ان نادال لياقته عاليه جدا، فدي بتسيطر برضه على ان تقدر ان ما فيش كوره تضيع منه. والروح القتاليه اللي بيلعب بيها، يعني تلاحظ ان نادال روحه في داخل الملعب يعني بيحاسب نفسه ان السنتي ملي ده من الكوره راحت فين، الكوره دي جايه منين، الكوره تاخد باور ايه، تتضرب ازاي. فبالتالي بتلاحظ ان هو بيلاعب بروح مقاتل داخل الملعب. يملك نادال رقم قياسي بعدد الانتصارات اللي دخلها المتتاليه، تلاحظ ان هو بمبارياته اجريت على الملاعب الترابيه او اي ارضيه اخرى ما زال قائما، وهو عنده 81 انتصار متتالي، وانتهى بخساره نادال امام اللاعب السويسري روجي فيدرر في نهائي 2007 وفي بطوله هامبورغ. ولهذا العدد او عدد الصحفيين اللي هم والرياضيين والمعلقين ومحبين التنس بيلاحظوا ان نادال فضل انه لاعب يعني من اللعيبه اللي هم يمتازون فعلا على الملاعب الترابيه. تلاحظ اي معلق اي محب للرياضه يقول لك نادال فعلا هو ملك الملاعب الترابيه. نخرج بهذه المعلومه او بهذا الكلام على الكابتن نادال بان نادال فعلا ملك الملاعب الترابيه، وان شاء الله نتكلم في فيديوهات اخرى ايه هو نادال وكيف بدا نادال وكيف نشا نادال. شكرا.